بنائية تبنى عن طريقها الوجاهة السياسية ديالو سيعين. راه سمعنا بأنه مقرب، راه وقيلا غيدير كذا، راه المنصب القادم راه ديالو. هنا تبنى هذه الوجاهة السياسية، كأن الإشاعة تتحول إلى آلية صيانة أونتروتيان، من تيغيب من المشهد السياسي شي شوية تمشيو نديروا ليه الزيت ديال الموتور ونقادوا ليه الفيدونج وهذا وتيرجع من أجل لا فيزيبيليتي. ما نساوش بأن الإشاعة أيضا هي واحد الزواج اللي هو ملعون بين جوج الحوايج، ما بين واحد الأب غير معروف وواحد الأم غير معروفة، وتيعطيونا واحد الخبر اللي هو لقيط بين دوين المهوية بين المجهول. قالوا والله أعلم شكون هادو اللي قالوا، راه أنا وأنت وهذا وكل شيء هادو اللي قالوا، ولكن المشكل هو أن الإشاعة في النهاية تدمر الآخر.